بدأت جامعة خرفكان عامها الدراسي الجديد باستقبال طلبتها بتخصصات مختلفة وجاهزية تامة. في المنطقة الشرقية وتحديداً بجامعة خرفكان منارة للعلم والمعرفة يستدل بها أبناء المنطقة الشرقية في الطريق نحو مستقبلهم، واليوم ها هي تفتح أبوابها من جديد لاستقبال من يريد النهل من العلم والمعرفة في العام الدراسي الجديد، موفرة لهم منظومة تعليمية متكاملة تسهم في رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم. من الاختصاصات اللي عندنا، عندنا أربع كليات: كلية الآداب والعلوم وعلوم وتقنية المعلومات، وعندنا الشريعة والقانون وإدارة الأعمال، وكذلك الكلية الجديدة اللي صاحب السموش عنده النظرة الواسعة في تأسيسها، هي العلوم البحار والأحياء المائية. فهذا الاختصاص الجديد ما موجود في أي جامعة في الإمارات وحتى في المناطق العربية. فالبداية كانت بداية رائعة، تقريبا 54 طالب سجلوا عليها. وعن البرامج الدراسية في الجامعة، فهي مستمدة من رؤية استشرافية تنسجم مع البيئة المحيطة بعروس الساحل الشرقي، وتواكب بطبيعة الحال مستجدات سوق العمل بما يلبي طموح الطلبة. بما أن إدارة القبول والتسجيل تعتبر الواجهة الرئيسية للطالب، فكان لابد من أن يكون استعدادنا بالشكل الأمثل من ناحية كيفية استقبال الطالب، وكذلك تسهيل الإجراءات اللازمة من حيث التقديم على الجامعة. طبعاً نحن وفرنا وسيلة التقديم عبر الموقع الإلكتروني، كذلك بالحضور الشخصي للطالب. كذلك اعتمد صاحب السمو حفظه الله 286 منحة دراسية في برنامج البكالوريوس، إضافة إلى 81 منحة دراسية في برامج الماجستير. اخترت تخصص علم اجتماع لهدف، الهدف أنا حاطنه في بالي وإن شاء الله أوصل لها الهدف. استضافت جامعة خرفكان، هي من أروع الاستضافات، وموظفينها يزاهم الله خير وايد متساهلين ويانا. تخصصي هو تخصص إدارة الأعمال، وأنا حبيت هذا التخصص ودشيته عن طموح، وإن شاء الله هدفي هو أني أصير من أشهر رواد الأعمال الإماراتيات في المستقبل. قبل ما يبدأ هذا الفصل الدراسي الثاني للطلاب المستجدين، جهزنا الطلاب نحن كعضوية في مجلس الطلبة، شؤون الطلبة وجمعيات الكليات التابعة لجميع الكليات. جامعة خرفكان صرح تعليمي رائد يواكب ما تعيشه الإمارة من نهضة تنموية مستدامة، أساسها بناء الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة. عام دراسي جديد وتخصصات مختلفة شجعت على استقطاب المزيد من الطلبة للدراسة في هذا الصرح الأكاديمي المتميز. لأخبار الدار، العنود الصوري من المنطقة الشرقية خرفكان.